والله في البداية طبعا بقول الحمد لله، مبروك على علينا كلنا الحمد لله عودة الدوري، وأتمنى إن شاء الله يعني الأمور يعني تستقر والدوري يعود بقى بشكل كويس ويكمل الدوري يكمل إن شاء الله. بالنسبة للمباراة النهاردة الحمد لله هي مباراة يعني مكسب بطعم، يعني أهم ما في المباراة طبعا المكسب، بيدينا 3 بونت، بيدي ثقة للعيبة ولينا كجهاز. يعني خلاص خلصنا مرحلة أفريقيا وخلصنا كأس العالم، دخلنا في الدوري، أول مباراة في الدوري بنكسبها على فرقة برضو يعني بتبقى على ملعبها من الفرق التقيلة على ملعبها. النادي الأهلي اتعادل معاها قبل كده 1-1 من سنتين أو من 3، وكان في مباراة هو كسبت النادي الأهلي 2-1. فأنت عارف إن المباراة يعني في الإنتاج الحربي على ملعب السلام بتبقى مباراة صعبة، إنما النهاردة الحمد لله أنا شايف اللعيبة كلها كانت مركزة. مش عايز أتكلم على الأداء قوي لأن أنت عارف أول مباراة ومفيش جمهور، وإنما الحمد لله يعني كبداية مش وحشة الحمد لله، زي ما قلت لك هدينا ثقة وأتمنى اللي جاي بأفضل إن شاء الله. أكيد عندنا يعني أنت عارف إن إحنا عندنا غيابات كتير جدا جدا، يعني ما بنحبش نلاقي أعذار، بس ده الواقع، يعني الواقع بتاعنا النهاردة إن إحنا عندنا غيابات كتير. النهاردة متعب برضو في مزق في الخلفية فهيغيب الفترة اللي جاية، ولكن الحمد لله صدقني يعني دايما النادي الأهلي يعني ولاد دايما يطلع، بتلاقي لعيبة بتطلع. النهاردة عمرو جمال بيجيب جون، عبد الله السعيد بيأدي أداء كويس الشوط الثاني، شكري اللعبة كلها الحمد لله رجالة النهاردة. أتمنى اللي جاي إن شاء الله زي ما قلت لك يبقى أفضل لينا، بس النهاردة المباراة هتدينا ثقة إن شاء الله الفترة اللي جاية.